يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه مهمه مليئه بالعديد والعديد من الاخبار المتنوعه على مختلف الاصعده سواء عالميا محليا. وقبل كل ده، كل جديد يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي واخر الاخبار والتفاصيل على مدار فقرات الحلقه المختلفه. مهم كالعاده تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وسؤال بيتعلق بمباراه الاهلي والحرس الوطني بطل النيجر، المباراه المقبله تحديدا، وما ينقص النادي الاهلي في مباراه العوده لتحقيق الفوز. احنا عارفين ان احنا امبارح تعادلنا بنتيجه ايجابيه وهي 1-1، نتيجه جيده بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الذهاب بظروف مختلفه. هنتكلم بتفاصيل كثيره عن هذه المباراه واسباب التعادل وكل الامور اللي حضراتكم عايزين تعرفوها، لكن مستنيين تفاعل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلاتكم في الجزء الاخير كما هو معتاد من حلقات الترند. البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الاهلي: الفريق يستأنف تدريباته الثلاثاء. وفي الترند المحلي: الاعلان عن اليات عوده الجماهير في الدوري يا مسهل. اما في الترند العالمي: صلاح الافضل في العالم بكل تاكيد. طيب، يعني اخبار كلها مهمه وتفاصيل اهم هنتكلم فيها على مدار فقرات الحلقه، لكن خليني اقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم تحديدا في بعض الدوريات العالميه. نبتدي بالدوري الانجليزي، اهم دوري واللي بيشهد نسب متابعه غير طبيعيه. ده امر طبيعي جدا بسبب قوه المنافسه على هذه البطوله. يعني النهارده استكمال الجوله الثامنه من بطوله الدوري الانجليزي، كان في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر وانتهت بالظبط من حوالي 10 دقائق قبل دلوقتي بفوز ويستام على ايفرتون في ملعب ايفرتون بنتيجه 1-0. مباراه كانت قويه جدا، فرقتين متكافئين بشكل كبير، رغم ان ايفرتون بينقصهم بعض اللاعبين المميزين سواء كالفرت لوين او حتى ريتشارلسون، فبالتالي ده ممكن يكون مؤثر عليهم شويه. بيلعب روندون مكانهم في خط الهجوم، فده مؤثر شويه على ايفرتون في الجانب الهجومي، لكن ويستام ماشي بشكل كويس في الحقيقه. الساعه 5:30، بعد نص ساعه من دلوقتي، مباراه ايضا مهمه ما بين نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، مباراه قويه بكل تاكيد. دي مباريات الدوري الانجليزي النهارده. اما بخصوص الدوري الاسباني ففي عدد ايضا من المباريات. الساعه 2 ابتدت مباراه رايو فاليكانو مع ليتسي وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. سيلتا فيجو الشوط الاول انتهى بتعادله السلبي مع اشبيليه، كانت مباراه ابتدت الساعه 4:15 او الشوط الاول على وشك النهايه يعني تحديدا. مباراه فياريال واساسونا، مباراه هتبتدي في تمام الساعه 6:30. برشلونه بالليل مع فالنسيا الساعه 9. اما بخصوص الدوري الايطالي فمبارياته النهارده: كالياري مع سامبدوريا، دي مباراه ابتدت الساعه 12:30 وخلصت طبعا بفوز كالياري بنتيجه 3-1. امبلي لعب الساعه 3 مع اتلانتا، اتلانتا فاز خارج ملعبه بنتيجه 4-1. في نفس التوقيت كان زينوا مع ساسولو انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، وايضا في نفس التوقيت كان اودينيزي مع كلونيا وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. الساعه 6 هيكون نابولي مع تورينو، والساعه 9:15 مباراه اليوفي وروما، قمه هذه الجوله بكل تاكيد، مباراه ثقيله جدا جدا جدا. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه وابرزها تحديدا. انا في الحقيقه عندي كلام كتير جدا مهم سواء بيتعلق بمباراه الامس او كمان بيتعلق في بعض الاراء اللي بنسمعها في مختلف وسائل الاعلام بخصوص النادي الاهلي، فعندنا تعليق كتير جدا جدا عليها وهيكون مهم قوي، فعشان كده استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مباراه الامس ما بين الاهلي وفريق الحرس الوطني بطل النيجر، مباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في مستهل المشوار الافريقي اللي بيحاول النادي الاهلي من خلاله ان هو يحافظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي باذن الله تعالى. يقدر النادي الاهلي، ده امر مؤكد، لان الاهلي عنده امكانيات كبيره جدا. امبارح تعادل ايجابي، نتيجه جيده بالمناسبه. انا شايف ناس كتير ممكن بتنتقد الاهلي بشكل او باخر، حقهم بشكل كامل كمان، كل واحد براحته يقول وجهه نظره، ينتقد طالما نقد بناء، طالما نقد في صالح الفريق مفيش مشكله خالص.
بس البعض هيستغرب لما يلاقي جمهور الأهلي بينتقد مديره الفني وبينتقد فريقه اللي هم مين؟ الناس اللي مش أهلاوية. هيقول لك دي حاجة غريبة قوي، الناس دي واخدة بطولات قد كده ومش عارف ايه وبتاع، والراجل كان ماشي معاهم بشكل كويس وما زال ماشي معاهم بشكل جيد إلى حد ما. ممكن نختلف نتفق على الأداء على الشكل على التغييرات على الكلام ده طبيعي في كرة القدم، لكن مش هتلاقي الكلام ده غير في النادي الأهلي. جمهور الأهلي ذواق، جمهور النادي الأهلي عنده درجة كبيرة جدا من الوعي، دايما بيبقى عايز فرقته يشوفها في أحسن صورة، لازم بيبقى عايز يشوف الفرقة كويسة جدا، يتفرج على الماتش يتمتع يتبسط يحس إن في شغل بيتعمل في أداء جيد. حق جمهور الأهلي ده اللي هيخلي ناس مش أهلاوية بيستغربوا من الكلام ده، لكن الكلام ده مش جديد على جمهور النادي الأهلي اللي بيحب جدا فريقه واللي بيحب ناديه بشكل كبير. لكن خلينا نتكلم مع بعض بموضوعية وبمنطقية بنسبة كبيرة جدا جدا، لأن ده اللي بيهمنا، وانتوا اتعودتوا مننا دايما من خلال برنامج الترند ان احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح اللي في الدنيا. يعني هل الأهلي كان كويس امبارح من ناحية الأداء؟ بصراحة لا، كأداء لا، مش هو ده الأهلي اللي احنا بنستناه، ومش هو ده الأهلي اللي احنا بنفسنا نشوفه ونتفرج عليه ونتمتع بأدائه. بصراحة في أحسن من كده؟ لا، ده في أحسن من كده بمراحل. مراحل ايه؟ ده بكتير جدا في أحسن من كده طبعا عند النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت لازم نشوف ايه الأسباب اللي أدت لكده، أو ايه الأسباب اللي مخليها الأهلي مش بيظهر بالصورة المطلوبة عند جمهوره مثلا. فعندك عدد من الأسباب. رقم واحد، ودي مش مبررات بالمناسبة، لكن احنا لازم نحط كل حاجة في حجمها، لأن البعض في الحقيقة ساعات بيبالغ، والمبالغة دي في بعض الأحيان بتبقى مش مصلحة الفريق. أنا ما بقولش إن محدش ينتقد، سواء بقى المدرب أو الجهاز الفني كله أو حتى اللعيبة أو لا، طبعًا أي حد ليه الحق الكامل إنه ينتقد، وأي حد ليه الحق الكامل إن هو يقول رأيه، مفيش أي مشكلة، نتفق نختلف ده عادي جدًا. كله بيتكلم عشان إيه؟ عشان مصلحة الأهلي. كله بيختلف عشان إيه؟ عشان مصلحة الأهلي ومصلحة الفرقة. مفيش مشكلة خالص، لكن خلينا نحط كل حاجة في حجمها، لأن المبالغة في بعض الأحيان قد تؤدي لنتائج غير مرجوة. ده أمر مهم جدا، المبالغة لازم لا تكون في الانتقاد ولا في الإشادة، لازم يكون في اتزان شوية. فخلينا نتكلم على بعض النقاط. رقم واحد، أرضية الملعب لا تصلح لأداء أي مباراة عليها، يعني أرضية ملعب سيئة جدا، أدي رقم واحد. بس الأهلي متعود على الكلام ده، فيش مشكلة يعني، ومع ذلك قدرنا إن احنا نرجع من هناك بنتيجة إيجابية 1-1. فرقة بقى فرقة ضعيفة، فرقة قوية، أنت برضو رجعت إيه؟ بنتيجة إيجابية جدا، وبعون الله إن شاء الله تعالى هتكسب هنا مستريح بإذن الله، لأن أنت عندك فرقة تقيلة جدا. رقم اتنين، حكم مباراة بصراحة سيء جدا، أسوأ درجات السوء يعني، أوحش حاجة في الدنيا. حسب ليا ضربة جزاء، يعني هو كان نفسه ما يحسبهاش، بس هي ما ينفعش تتحسبش، بتاعت محمد شريف واللي جاب منها علي معلول هدف الأهلي. ولينا ضربة جزاء الشوط الثاني مهمة جدا ما اتحسبتش، بتاعت أكرم توفيق، كانت تكسبك الماتش امبارح. هتقول لي ما احنا مش هنقعد نعلق شماعاتنا على التحكيم. لا يا جماعة، ده حقيقي. امبارح بصراحة كان في خطأ تحكيمي غريب يعني، ضربة جزاء ما فيهاش نقاش. أدي رقم اتنين. رقم تلاتة، ودي الأهم، ركز معايا فيها. البعض بيسأل يقول لك إيه اللي اختلف ما بين الأهلي في آخر 7 مباريات في الدوري بماتشين السوبر وكأس مصر بماتش امبارح؟ إيه اللي اختلف يعني؟ إيه اللي اختلف ما بين الأهلي دلوقتي والأهلي آخر 7 ماتشات في الدوري؟ مفيش حاجة اختلفت. طب ليه مفيش حاجة اختلفت؟ وده سؤال مهم قوي. هقول لحضرتك، أنت دلوقتي عندك قوام مميز من اللاعبين موجودين، اللي هم كانوا موجودين معاك امتى؟ الموسم اللي فات، اللي هم عانوا من فترات كتير جدا صعبه، فبالتالي ده ادى لنتائج غير جيده مع نهايه الدوري. هل اتغير شيء في ماتش امبارح؟ لا، ما اتغيرش. ليه؟ لان هم نفس القوام. هل انا بقلل من اللعيبه دي؟ لا طبعا، لعيبه كبيره، لكن انت بتلعب ناقص كتير قوي، ودي نقطه ما تنساهاش، وما ما ما تحاولش ان انت تغفلها اطلاقا اطلاقا. تعال نعد مع بعض الأهلي ناقصه مين امبارح، وانا هقول لحضرتكم برضو بمنتهى الموضوعية، امتى نقدر نقول لا الأهلي كده لا في مشكلة جامدة؟ لما نلاقي العناصر الجديدة بتلعب بالغيابات اللي كانت او اللي موجودة امبارح رجعت، باللعيبة المعارة بتشارك، وتلاقي مفيش تغير في أداء النادي الأهلي، كده يبقى احنا بقى ساعتها لا كده في حاجة غلط، كده لازم يبقى في وقفة.
لكن احنا امبارح الاهلي اللي بيلعب امبارح هو الاهلي اللي كان مع نهايه الموسم اللي فات. بالمناسبه الموسم اللي فات ده ما كانش موسم فاشل، انت خسرت الدوري، خسرت السوبر، لكن انت كسبت افريقيا وكسبت حاجات كتير جدا يعني. فتعال نعد مع بعض اسماء اللعيبه ونشوف مين اللي غاب عن النادي الاهلي امبارح. محمد الشناوي غياب مهم جدا جدا، احد ابر احد ايه ده، هو افضل حارس في افريقيا بدون مبالغه طبعا، للاصابه. محمد مجدي قفشه العريس بسبب الحصول على اذن للزواج، ادي رقم 2. 12 لعيب غايبين، خلي بالك عد معايا. رقم 3 حسين الشحات بسبب اصابه في العضله الضم. رقم 3 دول حد يختلف عليهم لعيبه اساسيه ولا مش اساسيه، يعني القوام الاساسي اللي ختم معاك الموسم اصلا غايب منه لعيبه مهمه مش اي لعيب. معاهم صلاح محسن احد اللعيبه اللي بينزلوا في الشوط الثاني دايما بيكون مؤثر وبيهدف. محمود وحيد من ضمن الغيابات، محمود متولي ايضا من ضمن الغيابات. دول القايمه القديمه اللي كانت مع النادي الاهلي اصلا مش موجوده في مباراه الامس بسبب او باسباب مختلفه. تعالى بقى عندك عمار حمدي بسبب عدم قيده في القائمه الافريقيه، احنا عارفين الاسباب لان طبعا القيد المحلي قفل قبل القيد الافريقي، او القيد الافريقي قفل قبل ما القيد المحلي يفتح. نفس الحال بالنسبه لاحمد عبد القادر، اثنين لعيبه مميزه جدا جدا رجعتهم من الاعار. التعاقدات، جبت حسام حسن مش موجود معاك امبارح، جبت لويس ميكيسوني احد ابرز اللعيبه في افريقيا مش موجود معاك امبارح. نفس الحال بالنسبه لنجم كبير جدا زي بيرسي تاو مش موجود معاك امبارح، كريم فؤاد مش موجود معاك امبارح. 12 لعيب ياثروا في اداء اي فريق، 12 لعيب سواء القديمه او الجديده، اللعيبه القديمه او الجديده مش طبيعي دول ياثروا غياباتهم، طبعا ياثروا. فاحنا لازم يا جماعه نحط كل حاجه في حجمها، ما بقولكش الاهلي جميل جدا، ما بقولكش الاهلي كان ممتع امبارح او حلو، لا في اخطاء وارد جدا بتحصل، لكن انا امتى اقدر احكم؟ لما الطلبات اللي كانت اتطلبت واللي لجنه التخطيط اشتغلت عليها ومشرف العام على الكره اشتغل عليها جت وما نلاقيش نتائج، لما تشارك كده نتكلم بقى براحتنا وننتقد براحتنا وناخد راحتنا على الاخر، مفيش اي مشكله خالص، لكن الظروف هي هي فطبيعي تلاقي الناتج هو هو. لا نستنى لما نشوف الشغل اللي اتعمل على مدار فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه هيجيب نتيجه ولا لا، وبعد كده نقدر نتكلم في كل التفاصيل. يعني مش بختلف مع اي حد بينتقد، كل واحد طبعا حقه كامل ان هو ينتقد، مفيش مشكله ان هو بينتقد في صالح الاهلي، بس انتقاد مبالغ بيبقى صعب جدا، لما انتقاد يكون مبالغ فيه ممكن ياثر بشكل كبير. وانا شايف ناس مستقصده شويه موسيماني، ممكن برضو تختلف مع موسيماني او تتفق عليه مفيش مشكله، لكن في نفس الوقت يا جماعه خلينا نحط كل حاجه في حجمها ونستنى اما الفرقه تكمل ونشوف الامور هتمشي ازاي. انا واثق باذن الله بنسبه كبيره يا رب هنلاقي فرقه محترمه جدا جدا كالعاده، وهنلاقي عناصر ادت قوه بشكل كبير جدا للنادي الاهلي. فانا مش عايز الناس تقلق، وعايزين دعم ومسانده، لان الدعم والمسانده والله نتائجهم بتكون مضمونه مليون في الميه. ابرز مثال لما خسرنا من سان داونز بنتيجه كبيره مش متعودين عليها خالص، والجمهور سقف لعيبه الاهلي في المدرجات، من ساعتها واحنا بناخد تقريبا كل البطولات. ده كان نتيجه دعم ومسانده من جمهور النادي الاهلي الواعي، وجمهور النادي الاهلي كله واعي وكله حريص على مصلحه ناديه، فده امر مؤكد، وده او دي جزئيه مش مختلفين عليها اطلاقا، وان شاء الله الامور تبقى افضل وافضل خلال الفتره اللي جايه. ده فيما يتعلق بمباراه الامس، عندنا ماتش يوم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب باذن الله باذن الله براحتنا ونصعد للدور المقبل من هذه البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي. طيب الفريق هيعمل ايه؟ الفريق راح 48 ساعه ويستأنف تدريباته يوم الثلاث استعدادا لمباراة يوم السبت أمام بطل النيجر فريق الحرس الوطني، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين. تعالى بقى الجزئية مهمة قوي قوي، ماشي، أنا عايز أتكلم عليها، وأنا في الحقيقة في أشد الاستغراب والدهشة، عندي استغراب ودهشة بشكل كبير جدا. امبارح فوجئت، حد بعت لي بالليل متأخر يعني فيديو الكابتن سيف زاهر مستضيف الكابتن خالد الغندور، والكابتن سيف زاهر انا مستغرب بصراحه يعني كامل الاحترام لشخصه، يعني الناس كلها بتشكر لي في الراجل، الراجل محترم جدا وعلى عيني وعلى راسي مفيش اي مشكله، لكن انا بتكلم في حاجات غير منطقيه، تبدو غير منطقيه بالنسبه لي. يعني مستضيف الكابتن خالد الغندور وبياخد راي الكابتن سيف زاهر، بياخد راي الكابتن خالد الغندور اكتر واحد بيكره النادي الاهلي في الدنيا. حد مختلف على كده؟ لا، بنقول كلامه خلاص، لا ده هو الراجل بنفسه في برامجه في قناه الزمالك على طول بيجيب سيره الاهلي، الراجل على السوشيال ميديا على ما بسمع يعني وما بشوفش بصراحه، على طول بيجيب سيره النادي الاهلي بشكل سلبي. ف
فهو كابتن سيف زاهر بياخد راي الكابتن خالد الغندور اللي طبيعي هيكون رايه سلبي في اتجاه النادي الاهلي. هل ده منطقي يا جماعه؟ هل انا كمشاهد وانا قاعد بتفرج كده هقتنع بكلام كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم مع الكابتن سيف زاهر على الاهلي وبيخلق ازمات وسلبيات للنادي الاهلي؟ هل ده كلام هيكون منطقي؟ هل ده كلام هيقنعني كمشاهد؟ طبعا لا. فانا مستغرب هو الكابتن سيف زاهر بيعمل كده ليه؟ مش عارف، انا مستغرب جدا بصراحه. فانا نفسي اشوف اجابه. يا سيدي استضيف اللي انت عايزه، حد يكون حيادي هيتكلم بموضوعيه بشكل اقدر اتفهمه، لكن ده امر غريب. وكم المعلومات اللي بيقولها الكابتن خالد الغندور عن النادي الاهلي، ما اعرفش هو بيجيبها منين في الحقيقه، انا مش عارف. حتى اكبر دليل على كده ان معلوماته غلط، ان حتى المعلومات اللي بيقولها على ناديه اللي هو شغال في قناته، يعني لو قال 900 معلومه بيطلع منها معلومه صح. فطبيعي هتلاقي معلومات كتير جدا بيقولها عن النادي الاهلي غلط، لان عنده هدف. هدفه ايه؟ ان هو يحاول يهد استقرار النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مجلس اداره، عنده لجنه تخطيط للكره، عنده مشرف عام على الكره، السيستم ماشي بشكل معروف جدا جدا، والكل بيشتغل على ازاي يحقق اهداف تنجح النادي الاهلي. ده فيما يتعلق بمنظومه النادي الاهلي، لكن انت هتحاول تخلق لي ازمات تقول لي موسيماني ومش موسيماني وطريقه التعاقد مع اللعيبه بتبقى ازاي ومش ازاي. انا عندي رد على الجزئيه دي، مهمه، جزئيه مهمه جدا جدا جدا. الرد ايه؟ انا بقول لحضراتكم يا جماعه، وده كلام انا مؤكد، لان احنا بقى لما بنقول حاجه هنا ما بقولش كلام وخلاص. رقم واحد، الاهلي الامور بتمشي ازاي؟ في لجنه تخطيط، في مشرف عام على الكره الاول، وفي كمان مين؟ في مدير فني. بتفق مع المدير الفني ونشوف رغباته واحتياجاته ايه، وفي نفس الوقت انا بشوف انا مقتنع بالاحتياجات والرغبات دي ولا لا، طبقا لايه؟ لخططي المستقبليه. الاهلي يا جماعه ما بيتعاقدش مع اي لعيب عشان خاطر مدير فني. بيحترم وجهه نظر المدير الفني، مدير فني بحترم وجهه نظره وشايف اللعيب ده كويس اوكي، بس انا كمان براجع بشوف المدير الفني ده اختياراته هتنفعني مستقبليا حتى لو المدرب ده مشي ولا لا، مش بتعاقد كده وخلاص. الاهلي يدير ولا يدار. دي جزئيه مهمه جدا جدا جدا. انا مضطر اطلع لفاصل، بعد الفاصل لسه عندي تعليق برضو على جزئيه اخرى، يعني استنونا. تمام، مع بعض احنا مكملين ماشي. فبالتالي انا عايز اعرف ايه السبب الرئيسي في محاوله خلق بعض الازمات للنادي الاهلي من قبل بعض البرامج بطريقه غير منطقيه وواضحه بالنسبه لنا كلنا. يعني انا مش عارف ايه سببها، يعني ما اجي استضيف حد رايه موضوعي مش رايه متحيز، خصوصا في قناه عامه يعني. فاجيب حد رايه موضوعي كده يقنع المشاهد اللي بيتفرج، يعني ما عنديش مشكله. يا عم اللي عايز يستضيفه يستضيف، ما فيش مشكله. عايز يستضيف اي حد يستضيف، بس ما تجيبش اكتر واحد بيكره الاهلي وتساله على الاهلي، اساله في اي حاجه ثانيه، ما فيش مشكله يعني. فدي نقطه، ونقطه انا حسيت من خلالها ان احنا عايزين ايه يا جماعه؟ ندوس على الاهلي شويه، دوس على الاهلي شويه، اتكلم على الاهلي شويه، اخلق ازمات للنادي الاهلي. فانا برجو من بعض الاهلاويه الشباب اللي انا منهم ان احنا ما ننجرش لمثل هذه الامور، وما ناخدش براي مثل هؤلاء الاشخاص اللي ليهم كل التقدير والاحترام بس رايهم بيبقى غير موضوعي، اللي هم بيكرهوا النادي الاهلي، اللي هم بيبقوا هدفهم الاساسي ان احنا نخلق ازمات للنادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه جدا. الجزئيه بقى انا عايز اكملها برده، لان انا برده مستغرب. يعني الاهلي من يومين ثلاثه طلع بيان قال لك يا جماعه الراجل مدير الفني مكمل لاخر عقده، تمام؟ وفي نفس الوقت الاقي بعض الاخبار اخرها النهارده ان الاهلي خاص في اتجاهه مش عارف يخلص مع مين، والاهلي هيعمل ايه، والاهلي بيكلم مين وبيفاوض مين. طب نعمل ايه تاني؟ نعمل ايه تاني؟ يعني الاهلي يعمل ايه تاني يا جماعه عشان ياكد ان المدير الفني مكمل؟ مختلف مع المدير الفني ما عنديش مشكله كواحد من الجماهير، متفق مع المدير الفني ما فيش مشكله، ده طبيعي. بس احنا عندنا ناس بنثق فيهم هي اللي بتدير، ناس بنثق فيهم هم اللي عارفين مصلحه الفرقه ازاي. ابرز دليل ان هم ناس ناجحه وبيعرفوا يقروا الامور صح ان هم حققوا انجازات عديده على مدار الفتره اللي فاتت. فبرضه نعيد عن الناس تاني، يا ريت يا جماعه تعرضوا لي بيان النادي الاهلي، او مش بيان النادي الاهلي، خبر النادي الاهلي بخصوص، او كان على لسان امير توفيق مدير اداره التعاقدات النادي الاهلي، اللي هو مين امير توفيق؟ اللي هو لو الاهلي هيتعاقد مع حد هو اللي هيفاوض، هو اللي هيشتغل. فالاهلي مش يعني لو في حاجه هيعلن عنها والله مش هيكذب عليكم، يعني زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. فهعرض لحضراتكم البيان زياده في التاكيد لبعض المواقع اللي بتحاول ان هي برضو تهز استقرار الفريق. الاهلي مستقر، الفرقه مستقر، اهو البيان اهو.
البيان اهو، امير توفيق موسيماني مستمر مع الاهلي ولم يطلب زياده في راتبه. ده كان من امتى؟ من 3 4 ايام قبل كده. ده يدل على ايه؟ على الاهلي مستقر. يدل على ايه؟ على الاهلي مفيش مشاكل. هتقولي طب ما هو ممكن برضو يحصل في الامور، كل شيء وارد في كره القدم، كل شيء وارد، والنتائج هي اللي بتحكم في الاول وفي الاخر، لكن لازم يكون في اسباب كافيه، لازم يكون في اسباب كافيه. فادي تصريح امير توفيق، قال لك كشف امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي عن تفاصيل ما دار في جلسه في الجلسه التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني. الكلام كله اهو، وبيأكد على ان موسيماني مكمل. عارفين يا جماعه، هستشهد بس بمشهد للفنان محمد سعد في فيلم الليمبي على ما اتذكر، لما قال لك ايه؟ شهاده الوفاء هي ليمبي. الفنان علاء ولي الدين الله يرحمه، شهاده الوفاء هي ايه يا جماعه؟ تصريح امير توفيق اهو يا جماعه. الراجل مكمل مع النادي الاهلي والامور مستقره. اضحك يا اضحك. الراجل مكمل مع النادي الاهلي والامور مستقره. فمش عايزين احنا نخلق حاجه، حاله من اللغط على الفريق مع بدايه موسم في وقت مهم جدا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ناخد ترند الاهلي واخر الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. نبتدي بالوطن الرياضي، حسابهم على فيسبوك اللي بيقولوا ان الاهلي يطلب حضور 10,000 مشجع لمباراه الحرس الوطني ويتسلح الاتحاد الافريقي، وبيتكلم على التفاصيل يعني خبر. الاهلي هيبقى عنده محاولات مكثفه لحضور عدد جيد من الجماهير باذن الله في مباراه يوم السبت، فبياخد كل الطرق الرسميه في اتجاه هذا القرار او في اتجاه هذا الطلب تحديدا يعني، ان شاء الله يكون موفق في الحصول على الموافقات الرسميه. وهنا بيتكلم على ان بيتسلح الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي ما عندوش مشكله في حضور الجماهير، بدليل ان في مباراه نايجر هناك مع فريق الحرس الوطني كان مسموح ان يحضر 7,500 متفرج في الملعب، والاتحاد الافريقي كان موافق جدا، فبالتالي في فرصه جيده ان شاء الله ان يبقى في جمهور في مباراه الاياب باذن الله تعالى. طيب خلينا كمان نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي بيقولوا برنامج خاص لتجهيز قفشه لمباراه الحرس الوطني. قفشه هيعود ان شاء الله في مباراه الاياب، هيكون متواجد، واكيد هيكون في برنامج تاهيلي خاص باللاعب عشان يكون جاهز بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء، وعنصر من العناصر المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وعنصر مؤكد بكل تاكيد يعني. طيب خلينا كمان نروح لحساب الاهرام برضو على تويتر، واللي بيتكلموا على ان موسيماني ينتقد رباعي الاحمر بعد التعادل مع بطل النايجر. طب خليني اقول لحضراتكم ان الكلام ده ما حصلش، وهقول لحضراتكم الرباعي اللي هم بيقولوا عليهم في الخبر ده مع كامل الاحترام ل يعني صاحب هذا الخبر. هم اتكلموا على عمرو السوليه، واتكلموا على طاهر، واتكلموا على ياسر ابراهيم ومحمد هاني. عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر وياسر ابراهيم ومحمد هاني. الكلام ده غير حقيقي، ومدير الفني لما بيجي ينتقد بينتقد اكيد كمجموعه مش كلاعب بس اثر او حاجه، مش الاربعه بس ممكن يكونوش موافقين في مباراه الامس، لا ممكن يكون عدد من اللاعبين ما يكونش في مستواهم بالشكل اللي احنا بنتوقعه، لكن دايما بيبقى فيه تهويل شويه. وفي نفس الوقت الاخبار اللي زي دي بتبقى استنتاجيه، الاهلي اتعادل النهارده، طب انا كده وانا بتفرج مين ما عجبنيش طاهر يبقى احط طاهر، ما عجبنيش مش عارف عمرو السوليه بحط عمرو السوليه، احد اهم اللعيبه في مصر يعني وكان عامل ماتش كويس امبارح، ما عجبليش فلان اروح حاطط اسمه. فدي بعض الاخبار اللي بتبقى استنتاجيه شويه يعني، رغم ان ممكن احنا البعض مننا يكون متفق في غياب بعض العناصر عن مستواها. تعال نروح كمان لليوم السابع، حسابهم على تويتر وبيقولوا تيكار والبلازما يمنحان الاهلي الامل في لحق الشناوي مواجهه الزمالك. يعني في محاولات كبيره جدا ليعني تقليص فتره غياب محمد الشناوي. الاهلي اعلن ان فتره الغياب هتكون من 4 لـ5 اسابيع، بس هيبقى في محاولات ان الفتره تكون اقل. الاهم كمان ان يكون اللاعب شفي تماما من الاصابه بنسبه 100%. ففي طرق حديثه للعلاج الاهلي بيتبعها ان شاء الله يكون موفق فيها، وكله بيترتب على مدى استجابه حاله اللاعب نفسه للعلاج، ان شاء الله يكون امر مهم، لان الشناوي كابتن النادي الاهلي لعيب مهم جدا وما يقللش اطلاقا الكلام ده من علي لطفي احد حراس مرمى النادي الاهلي. طيب الخبر ده كمان خبر مهم من يلا كوره، حسابهم على فيسبوك بيقولوا مصدر بشركه تذكرتي يكشف ليلا كوره اليات حضور الجماهير مباريات الدوري. التسجيل بيكون في الموقع للحصول على لقاح كورونا شرط اساسي. خلينا اقول لحضراتكم اليات حضور الجماهير، وده اللي تم اعلانه. رقم واحد، من يمتلك بطاقه المشجع اللي حضر بيها فين؟ اللي حضر بيها مباريات افريقيا في 2019 في مصر.
كان وكذلك تحت 23 عام، يعني اللي هي بتاعت الكبار وبتاعت الصغيرين، هذا يعني انه قام بالتسجيل لدينا ولا يوجد اي ازمه بالنسبه له، فهو معاه البطاقه خلاص، ادي رقم واحد. رقم اثنين، من لا يمتلك بطاقه المشجع او لم يحصل عليها من قبل عليه التسجيل مجددا عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته. يعني اللي معهوش البطاقه دي يسجل من الاول عشان ايه يحصل على هذه البطاقة، لأن هي شرط أساسي في الحضور. رقم ثلاثة، كل التعاملات ستكون أونلاين من خلال الموقع الرسمي سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر. رقم أربعة، يجب أن تكون قد حصلت على لقاح فيروس كورونا وتمتلك الشهادة الرسمية وفقا للبروتوكول وزارة الصحة المصرية. يعني لازم تكون واخد تطعيم كورونا، ده أمر أو شرط أساسي. يعني اخر حاجه قال لك ازاي هتعرف الناس ان انت اونلاين، يعني ان انت خدت لقاح كورونا، هيكون في هناك رابط لكي يقوم المشجع برفع صوره من شهاده لقاح كورونا الخاصه به لكي يتسنى له حجز التذاكر وحضور مباريات الدوري لو لم تحصل على لقاح كورونا. هذا يعني انك لن تستطيع التسجيل او حجز تذاكر المباريات ومش هتحضر المباريات. طيب ده كان خبر ايضا غايه في الاهميه، ونتمنى طبعا عوده الجمهور بشكل كامل او حتى بشكل تدريجي طبعا مدرجات. احنا عارفين ان الاتحاد المصري اعلن او رابطه الانديه اعلنت حضور 2000 مشجع في كل فريق، ان شاء الله نتمنى مع التزام الجمهور يبقى العدد اكتر واكتر في المستقبل القريب باذن الله. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. طالما هنبتدي نتكلم على العالمي او الترند العالمي، لازم نبتدي باللي مشرفنا، اللي رفع راسنا، احسن لعيب في العالم بدون مبالغه، محمد صلاح. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه، حاجه احنا ما كناش نتخيل في يوم من الايام يبقى عندنا لعيب بالكواليتي ده وبالعقليه دي، لان العقليه اهم شيء بصراحه، فرقت مع صلاح جدا جدا جدا. امبارح بيواصل تالقه بهدف اعجازي وممتع على غرار هدفه في مانشستر سيتي. امبارح جاب جون في واتفورد، هو متخصص ماتشات واتفورد، يعني جايب جون ممتاز بمهارات ايه، بهدوء ايه، بمتعه ايه بصراحه. يعني نفس سيناريو مباراه مانشستر سيتي اتكرر امبارح في ماتش واتفورد امبارح، سواء بقى من حيث الاسيست، الجون الاول في ماتش مانشستر سيتي عمل اسيست ممتاز لساديو ماني جاب الهدف الاول. الجون الاول في مباراه امبارح امام واتفورد عمل اسيست ولا اروع، مفيش كده، بوش رجله الخارجي حطها قدام ماني قال له حط يا ابني الجول، حط الكره جول. وبيتكرر كمان ايه الهدف اللي جابه في مانشستر سيتي، حطه بيمينه، المره دي حط الكره بشماله بعد يعني فقره من المهارات المميزه جدا عند محمد صلاح اللي عملها جوه منطقه الجزاء يعني بشكل ممتاز. حتى الراجل يعني انا كل الناس اتفرجت توقعت ان صلاح هيشوط بيمينه زي ما حصل في ماتش مانشستر سيتي بعد ما عدى ومر وبتاع، فشاط بيمينه وحطها جول بعد ما رقص لابورت مدافع مانشستر سيتي. امبارح بقى المدافع قال لك ايه، اكيد هيشوطها بيمينه، قال له لا روح انت وانا هشوطها بشمالي. راح المدافع وشاطها بشماله بجون ممتع بصراحه عشان يوصل لهدفه السابع في بطولة الدوري من خلال 8 مباريات في هذه البطولة. الفريق الوحيد اللي ما جابش فيه هدف في هذا الموسم هو بيرنلي في الجولة الثانية، وتعادل معاه كمان في عدد الأهداف امبارح فاردي لما جاب هدف في مباراة مانشستر يونايتد، كانت مباراة أيضا مثيرة جدا. فصلاح بصراحة بيمتعنا وبيعيشنا فترات قد لا تتكرر، إن احنا نبقى قاعدين كده بنتمتع بلاعب مصري عندنا، نتمنى ان هي تتكرر. طبعا عندنا لاعب بروميسنج زي عمر مرموش، ان شاء الله نتمنى ان هو يوصل الليفل ده. لكن هنا الجزئيه المهمه قوي بقى، يعني ممكن البعض يختلف على بعض الجوانب الخاصه مثلا بمحمد صلاح، حلو وحش، الحته دي ناقصه، الحته دي مش ناقصه، مع ان هو دلوقتي وصل هو احسن لاعب في العالم، مش محتاج حد ينتقده خلاص يعني. لكن الناس اللي مالهاش في الكوره اللي بتتكلم على محمد صلاح مالهمش في الكوره فعلا، اللي بيتكلموا على محمد صلاح اللي هو متفرج على ماتشات منتخب مصر بس عشان مصر بتلعب وده طبيعي، لكن ما بيتابعوش ماتشات لصلاح في انجلترا او اي حاجه، يقول لك اصل صلاح ما بيلعبش مع مصر بنفس الروح اللي بيلعب بيها مع ليفربول، او مش بنفس المستوى اللي بيلعب بيه مع ليفربول. لا، في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا. محمد صلاح فكره سابق اللعيبه عندنا في مصر، الفكر لوحده سابق بسبب الريتم، بسبب المكان اللي بيلعب فيه. هو بيلعب في دوري انجليزي اعلى ريتم في العالم، اعظم دوري في العالم، اصعب دوري في العالم، الاداء سريع، الماتش سريع، كل حاجه سريعه، فبالتالي هنا التفكير بيبقى سريع قوي، بيبقى سريع جدا.
تيجي هنا بقى مع الفرقه او منتخب مصر، بعض اللاعبين اللي عندنا في الدوري المصري تفكيرهم بيبقى بطيء. هديك ابرز دليل، ماتش ليبيا الاولاني في كره لو تفتكروا، واثق ان حضراتكم فاكرينها، صلاح على الخط بيلعبها عشان يجري عليها مثلا عبد الله السعيد يجيبها، فصلاح لعبها ما لقاش حد راح، فعبد الله بص له يعني انا لسه بفكر، مش قصدي على عبد الله يعني، مش عبد الله بس، كل اللعيبه اللي بيلعبوا مثلا في الدوري المصري الريتم اقل بكتير من انجلترا، فهو عبد الله كان لسه بيفكر هيعمل ايه، لا صلاح فكره سابق بيلعب بسرعه بشكل سريع، عشان كده ما شفناش صلاح بنفس الجوده اللي بيلعب بيها مع ليفربول. فاللي بينتقدوا صلاح من غير ما يتفرجوا عليه او من غير ما يفهموا في الكوره تحديدا، لا يبعدوا يا ريت، لان لما يكون عندنا لعيب زي ده لازم نديله حقه ولازم نفتخر بيه ولازم ندعمه جامد جدا عشان كمان ياخد جائزه افضل لاعب في العالم، لان هو فعلا يستحقها بتصريحات كل يعني اساطير الكره في العالم يعني. فكل التحيه لمحمد صلاح، ويا رب دايما موفق ويبعد عنه الاصابات ويفرحنا اكتر واكتر يا رب، ويكون موفق كمان في حظ الالقاب ايا كانت انتماءات البعض في انجلترا يعني من المصريين، لكن لعيب كبير ان شاء الله باذن الله الالقاب كمان تزوده بشكل اكبر. خلينا ناخد بعض الاخبار العالميه اللي اتكلموا من خلالها على محمد صلاح تحديدا، وده مهم جدا بالنسبه لنا، والترند العالمي كله النهارده خاص بمحمد صلاح. نبتدي بحساب ميرور على تويتر، واللي نشروا تصريحات خاصه لرامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح اللي ليه دور كبير جدا جدا في المستوى اللي وصل له محمد صلاح، ده امر مؤكد وواضح جدا يعني. قال لك ان هو في طريقه لمدينه ليفربول للتفاوض مع النادي بشان تجديد عقد الجناح المصري، وبيقولوا ان رامي عباس هيتفاوض مع ليفربول حول راتب اسبوعي قدره كان بقى نصف مليون جنيه استرليني. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكيد لازم يوافق، لو طلب اكتر من كده وافقوا برضه، عندهم احسن لعيب في العالم، فهيبقى صعب جدا ان هم يرفضوا طلبات محمد صلاح يعني. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر بيتعلق بمحمد صلاح، وده كمان من خلال حساب سكاي سبورت على تويتر، واللي نشر تصريحات يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وقال مين هو افضل من صلاح الان؟ قال لك لا يوجد احد افضل، وده امر واضح جدا. قال لك مع كامل الاحترام طبعا لكريستيانو رونالدو وميسي اللي عملوا حقبه زمنيه كبيره جدا حوالي 20 سنه بمستوى ثابت، لكن في اللحظه اللي احنا فيها دي محمد صلاح انا بتابعه كل يوم، ده كلام يورجن كلوب، هو افضل لاعب في العالم. واشاده كانت مهمه جدا وفي محلها طبعا من مدرب محمد صلاح يورجن كلوب، هو مش اي مدرب، مدرب كبير جدا. لما سالوه كمان هل صلاح يشبه ميسي، قال له اجابه مهمه قوي، قال له لا صلاح بيشبه مو صلاح، ليه طريقه معينه في اللعب وطريقته ممتازه جدا، وبكل تاكيد هو افضل لاعب في العالم. تعالوا بقى نروح لحساب الاتحاد الدولي لكره القدم على تويتر، واللي بيتكلموا على ان اشاده كبيره باداء محمد صلاح، وكانوا بيتغنوا بادائه في مباراه واتفورد بالامس، وقال ان اداء صلاح 10 على 10 من بدايه الموسم، اكثر لاعب ايجابي هذا العام في العالم كله. ده تعليق تحديدا الاتحاد الدولي لكره القدم على حسابهم على تويتر. تعالوا كمان نروح لحساب اوبتا للاحصائيات على تويتر، وبيقول ان محمد صلاح سجل للمباراه الثامنه على التوالي مع ليفربول، وهو رقم لم يحقق في ليفربول منذ دانيال ستوريدج في 2014، 8 ماتشات على التوالي بما يتخللهم ماتشات الدوري وماتشين في دوري ابطال اوروبا ميلان وبورتو. نتمنى دايما لصلاح كل التوفيق ان شاء الله ومزيد من التالق. خلينا ناخد سريعا تعليقات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده، وهو كان خاص بالنادي الاهلي وايه اللي ينقص الفريق في مباراه الاياب. نبتدي محمد صبري قال ان الفريق يلعب بروح الفانيلا الحمراء بروح النادي الاهلي، وفي الحقيقه ده كان ينقص الفرقه امبارح، ما كانش فيه روح بالشكل اللي احنا متعودين عليه يعني. مها فاروق قالت روح الاهلي روح الفانيلا الحمراء روح المكسب والاصرار على الفوز. اخر تعليق هاخده وهو من محمد شاهين الازهري، قال الضغط من الامام طول المباراه. يعني اراء مختلفه لجماهير النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نشوف اداء افضل النادي الاهلي خلال المرحله المقبله ونحقق الهدف الاهم من خلال مباراه الاياب. دي كانت تفاعلات حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا. الى اللقاء.